100 سنة الأولى ثانوي إعدادي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الدرس الأول من دروس الجغرافيا في رحاب الاجتماعيات، إذن أهداف التعلم من هذا الدرس هي ملاحظة شكل الأرض ووصفه والتدرب على رسمه وتعرف مجهودات الإنسان لمعرفة شكل الأرض، تمييز بين تمثيل الأرض على سطح مستوي وتمثيلها على سطح كروي، وتعرف بعض عناصر الخريطة والتدرب على استعمالها. توصل الإنسان منذ القدم إلى تحديد الشكل الحقيقي للأرض، كما تمكن من وضع عدة طرق لتمثيلها ومنها الخريطة. فكيف يكون الشكل الحقيقي للأرض؟ وكيف أثبت ذلك علميا؟ وكيف يمكن قراءة الخريطة باعتبارها وسيلة لتمثيلها؟ إذن أحدد الشكل الحقيقي للأرض وأصف شكل الأرض. إذن كما يتضح أن شكل الأرض من الصورة هو عبارة عن شكل كروي، ويتضح أنه ليس كرويا على شكل كرة، بل هو بيضاوي، وهذه هي حقيقة الأرض التي توصل إليها العلم. إذن أحدد شكل الأرض الحقيقي. أصف شكل الأرض. الوثيقة 1 هي صورة الأرض. ألاحظ الصورة ثم أحدد الموقع الذي التقطت منه الصورة. إذن كما يتضح أنه لا يمكن أن يتم تصوير الكرة الأرض على شكل كرة ونحن بداخلها. إذن الموقع الذي التقطت منه الصورة هو الفضاء الخارجي للأرض عن طريق الأقمار الاصطناعية. أصف شكل الأرض كما تظهر الصورة. إذن كما وضحنا أن شكل الأرض كما توضح الصورة هو كروي. ثم ننطلق إلى الصورة الموالية التي تبين لنا مسافة القطر القطبي التي تقدر ب 12714، والقطر الاستوائي الذي يقدر ب 12756، كما أن محور الأرض الذي يقدر ب 40078 كيلو متر. إذن أحدد شكل الأرض الحقيقي. الوثيقة 2 شكل يبين بعض أبعاد الأرض. ألاحظ الشكل في الوثيقة 2 وأقرأ معطياته، ثم أقارن بين قطر الأرض عند خط الاستواء مع قطرها القطبي وأفسر الاختلاف بينهما. إذن نلاحظ أن قطر الأرض الاستوائي أطول من قطرها الجنوبي. إذن الاستوائي كما قلنا 12756، والقطر القطبي 12714. إذن الاستوائي أكبر من القطبي بما معدله 43 كيلومتر، ويفسر هذا الاختلاف أن الأرض بيضاوية الشكل على شكل بيضة ومسطحة عند القطبين. إذن نستنتج الشكل الحقيقي للأرض وأتدرب على رسمه في دفتري. إذن نستنتج أن الشكل الحقيقي للأرض هو بيضاوي ومحدب على مستوى القطبين، ورسمه يمكن أن نرسمه على شكل بيضة. مفاهيم ومصطلحات. القطر الاستوائي قطر الأرض الموازي لخط الاستواء، وهو يقسم الأرض إلى قسم شمالي وآخر جنوبي. والقطر القطبي هو قطر الأرض الذي يربط بين القطبين ويقسم الأرض إلى قسم غربي وقسم شرقي. إذن النشاط الثاني أتعرف مجهودات الإنسان لمعرفة شكل الأرض. الوثيقة 1 تبين جدول لأهم الأحداث الخاصة بإثبات كروية الأرض. إذن هذه الأبحاث وهذه الأحداث كلها لكي نبرهن على كروية الأرض. إذن الأحداث المبرهنة على كروية الأرض بالنسبة للقرن الثاني قبل الميلاد، العالم اليوناني إيراتوستين يقيس محيط الأرض، والرحالة ماجيلان يدور على الأرض بين 1919 و1522. ثم العالم بيري يصل إلى القطب الشمالي ما بين 1909 و1911. ثم في 4 أكتوبر 1957 التقاط صورة للأرض من الفضاء الخارجي بواسطة القمر الاصطناعي السوفيتي سبونتك. وفي 21 يوليوز 1969 ميلادية نزل رائد الفضاء أرمسترونغ على القمر.
إذن أقرأ الجدول وأتعرف. تاريخ أول قياس علمي لمحيط الأرض، إذن تاريخ أول قياس علمي لمحيط الأرض كان في القرن الثاني قبل الميلاد بواسطة العالم اليوناني إيراتوستين. وأول تاريخ أول رحلة حول الأرض، إذن أول رحلة حول الأرض بين سنة 1519 و1522 بواسطة الرحالة ماجيلان. تاريخ وصول الإنسان للقطب الشمالي، إذن تاريخ وصول الإنسان للقطب الشمالي بين سنة 1909 و1911 ميلادية بواسطة العالم أبيري. تاريخ تصوير الأرض من خارجها لأول مرة، إذن تاريخ تصوير الأرض من خارجها لأول مرة في 4 أكتوبر سنة 1957 بواسطة القمر أو الأقمار الاصطناعية السوفيتية سبونتيك، القمر الاصطناعي السوفيتي سبونتيك. تاريخ وصول الإنسان إلى القمر، إذن تاريخ وصول الإنسان إلى القمر هو 21 يوليوز سنة 1969. إذن ننطلق إلى الوثيقة 2 وهو نص جغرافي حول مساهمة العرب في تقدم علم الفلك. أجمعت العلماء على أن الأرض على مثال الكرة، والدليل على ذلك أن الشمس والقمر وسائر الكواكب يرى طلوعها على المواضع المشرقية قبل غيبوبتها عن المغربية. ابن رستة المتوفى سنة 290 هجرية في كتاب الأعلاق النفسية. إذن أحدد الخاصية المشتركة بين فكرة النص والأحداث المتضمنة في الجدول. إذن الخاصية المشتركة بين فكرة النص والأحداث المتضمنة في الجدول هي أن الكرة كروية الشكل. أقدر قيمة مساهمة العرب في تقدم العلوم، إذن قيمة مساهمة العرب في تقدم العلوم أنهم كانوا سباقين إلى اكتشاف أن الأرض كروية الشكل. ربما لم يكن ذلك تطبيقيا، ولكن اكتشفوا عن طريق البحث وعن طريق الاجتهاد. إذن النشاط الثالث أميز بين شكلي تمثيل الأرض، إذن تمثيل الأرض المسطح والكروي. نلاحظ في الصورة الأولى تمثيل الأرض على شكل مسطح حيث تظهر فيه الأرض كاملة، وبالنسبة للشكل الكروي لا تظهر الكرة الأرض كاملة، يظهر جزء منها فقط، إلا أن الشكل الكروي هو الشكل الأقرب للواقع. وبالنسبة للشكل المسطح هو الشكل الخرائطي، أو الشكل الخرائطي هو الشكل الأكثر تداولا لأنه يسمح بتمثيل الأرض كاملة لمعرفة أحوال الطقس وأحوال الملاحة والفلاحة، ويساعد في كثير من الأمور لتبسيط العلوم. إذن لننطلق إلى الأسئلة. ولاحظ الخريطة والشكل الذي بجانبها وأتعرف شكلي تمثيل الأرض. إذن شكلي تمثيل الأرض هما الشكل المسطح والشكل الكروي. أقارن بين شكلي تمثيل سطح الأرض وأستنتج الفرق بينهما. إذن في الشكل المسطح يوجد السلم كما نلاحظ، حيث من 0 إلى 4000 كيلومتر، ويوجد أيضا بوصلة التي تبين الشمال والجنوب والشرق والغرب في الأعلى، ثم أن الشكل المسطح يسمح برؤية كافة مناطق الأرض، بينما في الشكل الكروي لا توجد كل هذه الأشياء. إذن السؤال، أفسر عدم إمكانية رؤية مناطق الأرض كاملة على التمثيل الكروي لسطح الأرض، لأن بالنسبة للشكل الكروي لا يمكن أن نرى جميع مناطق الأرض، لأن الكرة نرى فقط نصفها الذي في اتجاهنا، بينما النصف الآخر هو محجوب عنا. إذن استنتج الشكل الأقرب إلى التمثيل الحقيقي الصحيح. إذن الشكل الأقرب للتمثيل الحقيقي الصحيح هو الشكل الكروي. وهذا كذا انتقى أو انتهى الدرس بالنسبة لهذه الأنشطة. نلتقي في تتمة الدرس إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.